أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر والا ورك فيدني مي أعلن سيدة ميديا وفيدني مجمعا خوضب حساسي أي نوصص على فضلاً نلاتشوك حق حساسي وضا هذا الذي أفرتني سيدة ساعة قدن بيسي أي أقبي أهام بحال بربري وفرماجي إيا الرب لها ساعة مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو أي دنكي سفشيلي الشركاسي وحاون الدون يا دمان وحيابي الرب لسميي إن أقبي أهام بك تناسلو أسيقنا أو هل قضب وراركا كسابسن إن رئيس الوزار الرب لأوك تناسلو قضب بدور أهي أو قرك أسارنا هشيس أو لقلو مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو أي حالي قبصدي براها بلشرة تاسي أو آد أني الجبيي تاغيري ياش رئيس الوزار محمد حسين الرب لأوك حسي يشي عالم سيدة ميديا يا حقيجين كرتا إن مرنبا لبدا دينا عيسان هشيس كدوانين مركلا إيغو هالكا أي كتاغين يهين إسلام مركاسين روبلا او اسكو دايي إن سيح الله هلو او موقف كيسا دبعيا حدنا آنو كتاغين قضب بدا مهيم كاهي حسا أهاتي مركيو انقلادي قضب كميداي قضب كاسين او كتاغو أيا قبي أهام با قضب بدي لوغو تلقلي إن مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو انقلادو أيو أسيغن الديري قبي أهام با سيدا أن حبتو كهلينا ولا هذا الذي حالي دعي رئيس الوزارة روبلا وحو ميل أذك إستاقي لبا قضب حالك قضب ككالنا وفرنا إنو أقبلا هدي وحل إيه الشيس هر سيدي كرو سيكستوا إسلا قضب كأو أقلاغي أيا هدنا كسعون وايي ننك مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو ما ملك قلمدوك أيا شيكتي إن قبي أهام بوضا هذا الكي أو فشل ميز لمركاسنا وكفشل ميدنا عائي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزارة سوماليا محمد حسين روبلا أيا أقلاغي إن لما قعابو تليها عصوب أونيس ساه او ان اهين بشير غوب اي ياسين فري بلسه وحو دلبدي انو نوقدو قف لا يقان او مغا عيو سمعاد كو دخله امده سوماليه اسلام مركاسنا ان مرنما دينا او جنجيرين اما دنكا فيلا سوماليا سي كاستو فرماجه ايا دلبدي ان تليها لغا دخكينو شقالها نسا اي امين كتاسي او رئيس الوزاره او ديري سبب لي خريرا انو تو مايو خريركا اي ولي لا ليين اغاسمي هور اي فهد ياسين فرماجه ايا كدب سو جيديه ان تليها نسا لغا دغو وزير الدوله وزاره دغاديد كا عبد الرحمن ديره او صاحب ادو دو قرابنا لا فهد ياسين حسيهش روبلي ايا كو غان سيري عبد الرحمن ديرا يا أفرتي سنة إلا صودا في قعان تميديك أها فهد ياسين إسلام مركاسين إنت بدن وحالو قطوميا إن أرك على شباب الله شقيو رئيس الوزارة هيا شيغ إن مقا عابست عبد الرحمن ديري أما بشقالة كلا إنسا أي كدقان تهي باب إنت باريتان كيس كيكران تهليل فارح أو كشيغي خد عص أو لما تابتان أهي لكن دن كفرماجو إلا ميريس أه أيا قبي أها بوحي دي ديهين إن كيس كيكران تهليل قف كلا وقعان تقلو lamaha amaankana ayaga ee gacanta ku hayaan dhankooda kooxda farmaajo ayaa soo jeediyay in la beddelo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo la geeyo wasaarad kale isla markaasina farmaajo uu soo magacaabo wasiir amni oo cusub balse Roble ayaa sheegay in sida kaliya ee uu wasiirka amniga ugu beddeli karo wasaarad kale ay tahay inuu isaga dalbado taasi oo wasiir Cabdullaahi Nuur Maxamed ayaa sheegay in hadii wasaarad kale la geeynaayo uu sacasilo wuxuuna rais wasaaraha kadib u sheegay inaannu marnaba bedeli doonin hadii aanu raali ka ahayn sida muuqata madaxweynaha waqtiga ka dhacay farmaajo ayaa waxaa ka go'an in wasaaradda amniga iyo xilka taliyaha nisa la geeyo shakhsiyaad uu ku kalsoon yahay taasi oo ah caqabada hortaagan in heshiis ay gaaraan labada dhinac madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullahi farmaajo waxa uu doonayaa wasiir amniga asiga ka amar qaatay inuu geeyo kiiska la dafiro sidoo kale nisana la geeyo nin asiga ka amar qaato sidaasina kiiska lagu duugo waxa go'aankaasi iyo maskaxdaas oo idil siinaya waa Fahad Yasin in kiiska Grant Halil raadka halkaas lagu baabiyo laakiin rais wasaare maxamed xuseen roble ayaa gabi ahaanba sheegay in arintaasi ama kiiska Grant Halil ay tahay qad cas oo aan marnaba lagu gudbi karin ugu dambeyntii maamulka galmudug ayaa gabi ahaanba sheegtay in ay gacan ka taagtay wada hadalladii ama heshiiskii madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo farmaajo ayaa gabi ahaanba qodobadaasi ku dhagan waxa uu doonayaa sidii u badbaadin lahaa Fahad Yasin iyo dadkii dambiga ka geystay Ikraanta Halil dhinaca kale qaraax ismiidaamina ayaa ka dhacay meel ku dhow inta u dhaxaysa isbitaal Madiina iyo Filabaydaba ee magaalada Muqdisho sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal ahay goobta qaraaxa uu ka dhacay ayaa waxaa ku yaala xarumo ay degan yihiin saraakiil military oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida ay sheegeen ila wareediyo amni qaraaxa ayaa waxaa fuliyay qof soo xirtay jaakada qaraaxa wararka hordhaca ee la helayo ayaa sheegaya in ilaa iyo hadda qasaaraha kaliya ee la xaqiijiyay inuu yahay qofkii isqarxiyay ama qofkii al-shabaabka ahaa afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdi Fitaax Aadan Xasan ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu yiri qof nafti ahliga ayaa isqarxiyay ma jiraan wax khasaare ah uu geystay qaraaxaasi marka laga reebo qofkii isqarxiyay ayuu yiri ف
فضلا دب أضا وركيني هري إيه على نسيد الميديا حق حساسية جنرال عبدالله عبدالله وشيغي إن فهد ياسين يتيم كيس إعلاميان دقال كدنا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي كدب كلان كدعا يقولي قهبر قديجو جنرال كي هري إيه نسا أيا شيغي عشاقو إيه إنقلاب عيدان أيا حالي كدعا هويغا نسا هبر قديجة دمان تليا شعيدان كمركا لغا ريبا بشير قوبي أيا لشري نينك لغو مقعابو أبو عمار وحونا وشيغي إن لغالي مرحله دغال لنا ديار غروب اسلام مركزنا دغال كدنا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تيم كي سين غبي اهم بلا سفيهو سراكيش كا قيب غشاي شركه وخي كوتليين كولنكا انو اها ديار غرو دغال اي امر لسيي اني لا شقيان تلياه او مغعابي مدحوينها مدحارق محمد عبد الله فرماجه لو مغعابي ياسين فري اسلام مركزنا لو توهميو ان غبي ديغران تحليل وواح كدلي جنرال كايا يري رئيس الوزارة محمد حسين روبلي دقال كي او هاف كدحدا او قد تغي وحان امالين ايا انو اساقا قوستو فرماجي فهد ياسين روغال علين ايا كسو مقايهين مال ما صوص عودة ايها او قادو سيكا استباها اهاتي جنرال كاني او مدوسو حكوم ايها يدنسا ايا امين كوحا او كدقا ايا فرماجي فهد ياسين اي اعلاميين دقال كدن اه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي iyo dowladnimada umada Soomaaliyeed dhinaca kale xoogag u daacad ah Ahlusunna wal Jamaa'a gobolada dhexe ayaa dhaqaaq ciidan ka wada qayb ka mid ah gobolka Galguduud maalmo kadib markii madaxda kooxdaasi ay dib ugu soo laabteen gobolka Ahlusunna oo tan iyo dabaya qabi bishii Febraayo sanadkii 2020kii ka magneed gobolada dhexe ayaa markii ugu horeysay waxa hoggaankeeda todobaadkii hore lagu arkay siyaarada Sheikh Yusuf Diraad oo ay kaga qayb galeen deegaanka Huurshe ee gobolka Galguduud daqdaqaaqyada xoogan ahlu sunna wal jamaaca ka bilaabeen gobolada dhexe ayaa waxaa barbar socda kulamo ay madaxdii ahlu sunna deegaanka galmudug kula qaadanayaan odayaasha beelaha si loo soo nooleeyo doorkii siyaasadda ee ahlu sunna wal jamaaca loogana hortago shabaabka isu ballaarinaya gobolada mudug iyo galguduud hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca ayaa maalmo ka hor deegaanka Huurshe kaga dhawaaqay dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab isla markaasina in muddo ahay ku baacsanayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in hoggaamiyaha guud ee Ahlus Sunna wal Jamaa'a Macalli Maxamuud Sheikh Xasan Faarax iyo madaxii xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ay taageero hub ah ka heleen odayaasha qabaa'ilada kala duwan hoggaanka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ayaa sidoo kale waxay sabdidii deegaanka Huurshe ku qaabileen saraakiil oo horkacayo taliyaha guutada 15aad ee qaybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka General Mas'uud Maxamed Warsame kaaso ay weydiisteen inuu dib ugu soo celiyo hubkii beelaha dhuusama reeb iyo guraceel ee ay ku wareejiyeen bishii Febraayo 2020kii kadib dagaaladii dhowrka cisho socday ee maamulka galmudug kala galeen magaalada dhuusama reeb General Mas'uud oo ka mid ahaa saraakiishii ay barbaarisay Ahlus Sunna wal Jamaa'a hadda waxaa la leeyahay waa uu ka mowqif duwan yahay isagoona u janjeera dhanka iyo madaxtooyada galmudug ila wareedi ayaa sheegaya in xoogaga Ahlus Sunna wal Jamaa'a ay haatan dhaqaaqa xoogiisa ka wadaan wadada xiriirisa guraceel iyo xeraale guraceel ilaa aagga ballan balle xoogaga ayaa la soo sheegaya in lagu arkayay deegaano ku dhow dhow balihood iyo la jiida halka Huurshe ay ku sugan yihiin hoggaanka ururkaasi madaxdooyada galmudug oo ka walaacsan abaabulka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ee gobolka ayaa talaadadii waxay saraakiisha ciidamada meel ku dhow deegaanka Huurshe kula kulmeen odayaasha wax garadka iyo ganacsatada kasoo kala jeeda guraceel xiraale balihood oo ay kala hadleen soo rogaal celinta Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyagoona ka codsaday inay la shaqeeyaan dowlad goboleedka galmudug dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen ayaa shir ku doomiyay shirka golaha wasiirada ee maamulkaasi shirka ayaa waxaa todobaadkani looga hadlay arrimaha amniga xakamaynta cudurka caabuqa 19 iyo dardargelinta qorshayaasha loogu adeegayo shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed xubnaha golaha wasiirada koonfur galbeed ayaa waxa ay warbixinadooda todobaadkani ka jeediyeen shirka iyaga oo soo bandhigay waxyaabihii uu qabsoomay iyo kuwa u qorshaysan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen ayaa faray xubnaha golaha wasiirada inay dardar geliyaan howlaha adag oo ay u hayaan bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo todobaad walba shira ayaa waxa ay kulankooda diiradda ku soo saareen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanada maamulka iyo guud ahaan dalka Soomaaliya dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.